صباح الخير وكل الخير للأصدقاء. بإشارة المخرج النقيب حنا بويري بنبدأ حلقة جديدة من مشاكل وحلول، ولكن مضمون هذه الحلقة مشاكل متجذرة بحياتنا وبمجتمعنا. بنسعى قدر المستطاع نقول بدنا نطلع نحو إشراقة شمس جديدة لهذه المشاكل، بدنا نبطل نق، بدنا نقول مشاكل فعلا إلى حلول، ولكن هذا يعود لأهمية المسؤول يلي من خلاله ينظر بجدية إلى تفاصيل كل الملفات. ما قلنا الملفات لأنه تفاصيلها والشياطين تكمن في التفاصيل. ضيفنا اليوم البروفيسور جاسم عجاء، الخبير الاقتصادي الاستراتيجي اللي من خلاله بداية بدنا نحكي مواضيع اقتصادية كثيرة رح نودع 2021، وبدي أشوف شو رح نرحل منها لل 2022. بداية أهلا وسهلا فيك وينعاد عليك. الصباح الخير لإلك وللمشاهدين، ينعاد عليك. إن شاء الله العيد اللي جاي بيكون أكيد صروفه أحسن بكتير علينا، أحسن من هلأ، حتى يمكن لو المؤشرات مش كلها بتوحي بالتحسن، بس إنه إن شاء الله يكون إن شاء الله الوضع أحسن بهالمرحلة القادمة. خبرني بهالكم ساعة الباقيين بقي بلبنان ولا مغادر؟ لا أنا ما بترك لبنان أصلا، يعني حتى لا قصدي حتى تعيد. وين معيد يعني؟ بالبيت. بالبيت إيه، مع عائلتي بالبيت. بعتقد أنا أنه واحدة من الأفانتاجات الكبيرة لهالأزمة، سواء كانت اقتصادية ولا صحية ولا ولا ولا، بعتقد أنه قربت العيال على بعضهم. هلأ خلقت تداعيات تانية اللي هي العنف الأسري، بس بعتقد انه ساعدت كثير. وحتى يعني شفت في حمله رائعه جدا كانت عم بيقوم فيها مكتب الامم المتحده، هذه تبعول اللي بيدافعوا عن حقوق المراه، ايه انه اليوم انه مثلا انه العائله عم تقضي وقت اكثر بالبيت، بس صار في شغل اكثر على مسؤوليه المراه، فانه عم يطلبوا من الرجال انه ساعد المراه بالاعمال المنزليه. وبعتقد انه هذه من الافانتاجات المنيحه، انه صار في يمكن يعني تقربت العائله اكثر من ما كانت بالاول، لانه بالاول كنا مشتتين يمكن نتيجه كل شيء كنا عايشينه. بروفيسور بدي ابدا معك بحديث الوقت هلا، تعميم 161 وهذه الطوابير والعجقه قدام المصارف والالو والوسايط لحتى تقدر تختصر عجقة المسافات، بهمني رأيك فيها انطلاقا من إيجابياتها وسلبياتها. هلا هون بتعرف حضرتك انه وقت اللي طلع التعميم 161 يعني تلقى مثل ما بقولوا وابل من القذائف المدفعية الثقيلة الوزن، يعني عم نحكي بال 250 ملم وطلوع نازلين قصف، وفي يعني كان في أحقية من باب واحد أنا بشوفه أنه بعضه المودع ما عم ياخد حقه 100%. المودع هلأ رجع تعدل كمان، يعني مددوه شوي شهر لقدام. لا أنه قصدي من ناحية القيمة، يعني أنه إيه عم ياخد القيمة، ولكن في نظرة تانية يمكن أكثر بتشوفها من تاني جهة، وهي أنه تجارة التشيكات يلي هي أكثر تجارة موجعة بلبنان. يعني وضح لي أكثر للي ما عنده فكرة وتجارة التشيكات. هلا يعني بعد بدنا نعلم، يعني مثل ما بقولوا بموضوع التشيكات هي شغله مش منيحه، ولكن عم بتصير. ايه وللاسف كان لازم نحذر منها. شو اسمه تجارة التشيكات هو لما عندك حساب انت بالدولار ومنك قادر تسحب دولاراتك، بتروح بتعطي تشيك لحدا وبيعطيك قيمه اقل من قيمه الفعليه تبعو مصرياتك، انه مثلا ال 100 بيعطيك عليهم مبلغ اقل من 100 دولار كرمال حتى ياخذ التشيك منك. يعني اذا اعطيتك انا شيك او انت اعطيتني ب 1000 دولار الشيك، قديش بدي اعطيك اياه؟ هلا باخر ما وصلت بعد التعميم، السوق قبل التعميم وصلنا كل 100 دولار بتاخذ 15 دولار نقدي. ايه وهذا يعني مثل ما بقولوا قمه الاجرام بحق بحق المودع، لانه بعتقد يعني كمان انه مش كل الناس سارقه مصرياتها، يعني في ناس تعبانه فيهم، مزبوط. في ناس محروق سلافه اجانا عمرهم وتعويضاتهم. ايه لا اكيد مدخراتهم راحت، ما فيناش نقول راحت، بس انه على ليلة انه عم تنحرق بشكل ما فينا لا ما فينا نقول انه انحرقت، لانه هذه العمليه عم تنحكى على طول، انه عم يحكوك. وهون يعني مثل ما بقولوا اللي ما بده يسمع بصير ينتقد بيستعملوا تعبيره بالشخصي وبالهذا. يا خيي في عندك شيء اسمه توظيفات المصارف، حطيت فيهم المصاري، في عندك توظيفات. السؤال هالتوظيفات اللي عملتها هل هي
موجودة ولا لا، ما هي بتتعلق بطرف ثالث. طب انه بدي اسال سؤال، انا شو بعرفك انه الودايع طاروا اذا بعد لحد هلا مش عارفين الدوله مثلا قديش بدها تعمل هركات على على سندات الخزينه تبعولتها، او بدي اشوف قديش مصرف لبنان بده يقدر يرد للمصارف من المصاري اللي من الودايع. في دلائل ارقام، في بشائر بتقول قديش او لا؟ لا بغض النظر هلا نعم. في مراهنات اكثر من ما هي شيء، لانه بحسب المعلومات المتوافره اكيد الحكومه الحاليه مع مصرف لبنان عندهم خطه، ويعني مثل ما بقولوا بالنسبه لهم متجانسه، في اتفاق على الارقام، في اتفاق على توزيع الخسائر، في اتفاق على كل شيء. حقيقه ما حدا بيعرف تفاصيلها بالتحديد لهذه الخطه لانه معموله سريه، بس اكيد ما فيهاش تبقى سريه لانه وقت من الاوقات بدها تروح على مجلس الوزراء تيقرها مجلس الوزراء، ومن بعدها بدها تروح على المجلس النيابي حتى يقرها المجلس النيابي. لذلك لا، انه ما في يقول انه الودايع طاروا قبل ما مثل ما بقولوا على ليله تحدد، لانه التوظيفات تبعول المصارف بغير مطارح بدنا نعرف. طيب هلا بدي اقول لحضرتك، في شقفه من التوظيفات معطاه للناس على شغل قروض كمان. طيب في ناس بعد عم بترد مصريات انه ما راحوا هاو، ليش اعتبرت انه كل القروض للقطاع الخاص طاروا؟ طب بدك تعتبر انه كل المصريات طاروا؟ انا لا، يعني انت عم بتطمن المودع هون. انا مش عم طمن، انا مانيش بموقعك حتى اقدر طمن، انما انا عم بقول وقت اللي بترفض نقول راحوا منروح على استنتاجات سريعه. عرفت كيف؟ بانتظار على ليله بس تنعرف التوظيفات تبعول المصارف شو مصيرها. المصارف عندها التوظيفات، يعني انت بس تحط مصاري بقلب المصرف، المصرف ما في يخليهم عنده بالمبدا لانه بده يدفع لك عليهم فايده. هو ما بده عم يدفع فايده لليوم؟ لا هلا الفوائد كثير متدنيه، يعني على الليره شيء لا يذكر، يعني اقل من ربع بالميه، على الدولار تقريبا صفر، ما في فوائد. بس سابقا شو كانوا يعملوا؟ كانوا انه بده يروح يشغلهم حتى يقدر يدفع لك الفوائد. فاذا راح وظفهم باربع مطارح، بدين للناس لحتى يشتروا يستهلكوا، حط اشترى سندات خزينه للدوله، يعني هذه حط بمصرف لبنان، واكيد في عند المراسلين برا توظيفات معينه او ودايع. وبالتالي يعني بدون ما نجزم نهائيا هاو التوظيفات شو مستقبلهم، ما فيك تحكي عن الوديعة طول انه انطاروا بالمطلق. انا معك، ولكن بروفيسور يعني انا بهمني عم تحكي موضوع كثير مهم، ولكن ال 161 بعجقته اليوم حتى متى رح يبقى مستمر برايك طالما في هذه الطمأنينة؟ لانه هيك بلشنا قلت لك انا انه كانوا ال 100 دولار يدفعوا لل 15 دولار، اليوم قد ايه صاروا؟ هلا بواسطه هذا التعميم على 8000 رفع النسبة ل 30%. هلا تجار التشيكات بطلت تتوفي معهم، عشان هيك حاولوا بوقت من الاوقات يضغطوا طلوع على سعر الدولار السوق السوداء تترجع توفي معهم. قديش اليوم سعر الدولار؟ لا اليوم بعتقد بتحدوا بال 27 و400 هيك شيء يمكن بالسوق السوداء، بس بغض النظر لتعرف وين. هلا الآلية تبعولته لهذا التعميم 161 اكيد ما بدي انفهم غلط، انا ماني عم دافع عن التعميم، ولكن اعتقد انه هذا التعميم موجود وافضل من عدم وجوده لانه لجم الدولار. بس برجع بكرر لحضرتك، من وين صار في دولارات؟ بس رح اقول لحضرتك بس اللي بيستأسف عليه انه بعد المودع ما اخذ كامل حقه، يعني انه ما قدر ياخذ اكثر من بدايه الطريق هاي يمكن، يعني ما بعرف، بس ان شاء الله. هلا الحلو انه عم بتحاول انت، عرفت كيف، تخفف من تجارة التشيكات اللي هي من المفروض كان على السلطات الرقابية انه تحاسب كل واحد عم بيتاجر بالشيكات. تجارة الشيكات منا تجارة طبيعية لانه فيها مساس للنظام النقدي والنظام المصرفي بالكامل. في لفتني شغلة باحدى التصريحات او باحدى الخبريات اللي كانت على الانترنت، انه اليوم عم بيلاحقوا بعض الحاكم المركزي التركي السابق وبعض الاقتصاديين يلي كانوا عم بيشهروا بالليرة التركية، يعني بس تحس انه في خطر على ليرتك. عرفت كيف؟ انه بدك تحافظ عليها، انه كيف تترك تشيكات تجارة التشيكات توصل؟ وانتبه، تجارة التشيكات اخر مصبة بالمصارف، يعني المصارف استفادت من هالامر، بس مناش المصارف لوحدها، نحن المواطنين استفدنا. اذا كان انا عندي دين بالدولار
رح نفترض انه حضرتك بنك ودينتني 100 دولار، هذه ال 100 دولار انا رحت اشتريت من واحد تشيك ب 15 دولار بس قيمته الدفتريه 100 دولار واعطيتك اياها، فاذا انا كمان ربحت. فاذا يعني هون كل النظام استفاد على، خليني اقول بشكل او باخر، على ظهر المودعين. لذلك انا اعتقد انه اهم شغله تنعمل هي توقف تجاره التشيكات، لانه هيدي التجاره هي تجاره خطره اليوم. طيب. على هيدي التعميم 161 لاي متى جئت حط سقف. يعني انا لا اعتقد انه الدولار بعد بيفلت مثل الاول، يعني منه مثل الاول بعده فلتين الدولار، وبما انه منه مثل الاول بعده فلتين بسبب انه في عندك دولارات عم تنضخ بالسوق، فاذا ما بقى فيه الطلب الكبير على الدولار. اليوم يلي بده يهرب من طلب الدولار هن ناس بالدرجه الاولى، هن ناس بالدرجه الاولى بعدهم يمكن عم بيشاركوا بعمليات تهريب للسلع والبضائع، ما بدهم ينعمل لهم تراكينج، ما بدهم ينعمل لهم شيء يقدروا ينشافوا وين بدهم يروحوا بهذا الامر. لذلك انا اعتقد انه العمليه هذا التعميم هلا اقله، نحن اكيدين انه لاخر كانون الثاني ماشي من بعد قابل للتجديد. قال ايه انا بعتقد لحد الانتخابات النيابيه رح يضل مستمر الى ما قبل الانتخابات النيابيه. يعني بتخف العجقه شوي بعد الايام. اكيد، بس لاقول لحضرتك شغله صغيره هذه كثير مهمه بدك تعرفها. قول. ما في شيء بيلجم الدولار. هذه صار هذا التعميم، للاسف صار هذا التعميم ضروري لحتى تقدر انت مثل ما بقولوا تلجم او تحط سقف لدولار معين. دولار لا بعرف اللي دولار شو يعني هذا الدولار. المشكله انه دولار فلتين. هلا بيجوا بيقولوا لك انه لا والله هذا السعر الحقيقي بالسوق. طب اي سعر حقيقي بالسوق؟ انت بلا حطيت الحق على التطبيقات مضبوط يا خيي. خلينا نقول ما بديش احط الحق على حدا، بس فسر لي كيف العرض والطلب وصلنا قديش ماشيين بالتعميم 161 بعد لحد هلا سعر دولار السوق السوداء واقف مطرحه. طب هو مش ناطر ناطر انه ينزل؟ يعني شيء طبيعي انه المنطق والعقل، الشيء اللي بيسموه الاربيتراج، الاربيتراج يعني ان الارباح بدون مخاطر. نعم. لازم ينزل سعر الدولار السوق السوداء لسعر صيرفها اللي هو اليوم قديه صيرفها؟ بحكي 24. ايه بعتقد هيك شيء. هلا بس لاقول لحضرتك شغله وهيدي كمان كثير مهمه. نعم. طلع تقرير عند محطه زميلي لكم، فرجوا عليها انه جروبات الواتساب. نعم. جروبات الواتساب انه عم يطلبوا يعني فرجوا، بس انه فرجوا وجهه مغطى مزيك حتى ما يبين. بقول له مثلا بدي 10,000 دولار التسليم بكره الساعه 5 على سعر كذا. هو عمليا فعليا لا في تسليم ولا في تسلم للدولارات. بس يعني هي اخبار مروجه شائعه. ايه قال بيقولوا لك انه نحن هذه التطبيقات بتعتمد على جروبات الواتساب حتى تقدر تستخرج السعر. طب وين مراكز هذه التطبيقات سيدي؟ وين يعني انت اليوم انت طلبت هي مسؤوليتها توقفها؟ لك يعني بعتقد انا حتى ما يكون في خربطه بعلاقات الدول، لا اعتقد انه في دوله من الدول انيه هيك تطبيقات. بعتقد انه كله محلي. ايه بعتقد انه هذا ميد ان لبنان التطبيقات بكل صدق. طب اليوم بروفيسور يعني بنطمن الناس انه التعميم 151 161 هو مهم كثير بهذه المرحلة، وقد يكون هو بداية لنجم الدولار. نعم. من الطلوع. نعم. هيدي كتير مهمة. طب يعني انت عم تحكي شغلة كتير مهمة وبتبرد القلب، ولكن بلشنا اليوم نسمع انه قد يكون الدولار الجمركي هو سبب بطيران الاسعار وتغيير حركة السوق كلها بعد العياد. في امور كتيرة بدك تعرف. شغلة صندوق النقد واضح بقول لك صندوق النقد انا بدي اياك توحد الاسعار، فيكش تضلك تشتغل لي هون دولار شيء وهون دولار شيء وهون دولار شيء. نعم. عظيم، انا بدي اوحدهم كلهم. بس اذا ما في عندك شيء يواكب. نعم. برنامج صندوق نقد مع برنامج دعم من البنك الدولي هون اكيد بدك تاذي الناس. في 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 شقفه من الناس بدهم ينأذوا بشكل كثير كبير، وهذه الاذيه يعني مثل ما بيقولوا منا يعني منا سهله. نعم. منا هيني رح تاذيهم على صعيد الاكل والشرب القدره الشرائيه، رح تاذيهم على صعيد ال شو بيقولوا المدخرات تبعولهم، رح تاذيهم على كل المستويات. ما بعرف، انا بقول المرحله القادمه هي مرحله كثير خطره. اذا شلته للتعميم. نعم. الدولار بيفلت،
وبما انه ما في حكومه تقدر تفرض سيادة القانون. كان في حكومات قبل؟ لا 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 ما بيقدروا لانه اذا بدك سلطه طيب. اصحاب النفوذ اقوى من الحكومه. طب بتسمح لي بشغله يعني انت عم رح ارجع عيدها اذا بتريد. سلطه اصحاب النفوذ اقوى من الحكومه، ما بيقدروا يعملوا. فيك تلاحق يعني. واحد مخالف، انت عم بتروح على متجر بتلاقي هالمتجر هذا مخالف وعلى راس السطح بالاسعار يعني، وما فيكش تعمل معه شيء. اذا المراقبين تبع وزاره الاقتصاد بروحوا دغري بيعملوا عليهم ضغط بيسحبوهم مثل الشاطرين، ما بتقدر بهيك. اذا ما في سياده للقانون انت بمرحله فوضى. هذه سياده القانون بدك تطبقها. جاوبني على سؤال، من وين صار في دولارات إيه؟ بوقت ما كان عندنا كنا نقول لبناني اليوم عم ينحكى انه ما في الا دولارات لبناني، ما في الدولارات سحر ساحر يعني. الدولارات يلي عم بتفوت بحسب التصريحات هي جاي بالدرجه الاولى من شركات التحويل. شركات التحويل عم تعطيهم لمصرف لبنان، ومصرف لبنان عم يرجع يعطيهم للمصارف تتعطيهم للزباين، وممنوع على المصارف يخلوا دولار واحد منهم معهم. يعني هذه كلهم للزباين اللي بده. اكيد في عندك سقف بحسب الكوتا، بحسب الكوتا تبعه للبنك، وبحسب قديش بيحق له يسحب شهريا. طب يعني برايك رح يبقى الدولار متوفر؟ ما زال عم بفوت دولارات اكيد إن شاء الله. بس انه مش هذا هو بيت القصيد. هذا منوش بيت القصيد. نعم بيت القصيد وين؟ بيت القصيد اذا استمر التهريب، اذا استمر الاحتكار، اذا استمر اللي هذا، انت عم تنفخ الاقتصاد بشكل كتير كبير بالتضخم. أوكي. وهذا الامر رح يقضي على الناس. طيب. يعني اليوم انت بدي اسالك سؤال، شو عملت لحتى توقف التهريب؟ هذا التهريب بعد لحد هلا ما عم يتوقف. لم يتخذ قرار بعد لحد اليوم. لا ما برجع بكرر لحضرتك، اصحاب النفوذ سلطتهم او نفوذهم اقوى من مهمه مانشيت هيدي. طب ما هذه الحقيقه. طيب اليوم بروفيسور يعني الشغله اللي انت عم تقولها كثير مهم، ولكن كمان انا قرات لك باحد مقالاتك قلت كلما تاخرنا في الاصلاحات اللي عم يطلبها صندوق النقد الدولي بنصير او بتصير عمليه النهوض بالماليه العامه مكلفه اكثر ورح تاخذ وقت اطول. طب يعني على من تقرع مزاميرك يا داوود انجاز التعبير؟ هذا الموضوع معروف، ولكن شو مفترض ينعمل له؟ رح اقول لحضرتك الاشكاليه الكبيره هي من وراء التضخم. نعم التضخم هذا مرض. صار في اتفاق على رقم التضخم قديش؟ لا هلا التضخم الارقام الرسميه في عندك الاحصاء المركزي اللي بيطلع لك رقم باخر مرحله بعتقد طلع بال 600%، بس انا ماني كثير موافق لانه الاسعار اللي عم شوفها بالسوق هي اسعار مختلفه. انا عم شوف ارقام 10 مرات و12 مره زياده عن الارقام اللي عم يعطيها نعم الاحصاء المركزي. انا باعتقادي الشخصي التضخم هو مرض العصر. وما عم يفهم لانه ليك هلا شو عم بيصير. هلا الكل مستفيد من التضخم، فيش الا المودع مش مستفيد. اسمعني منيح اللي مين مستفيد؟ كله المستفيدين. ايه بس ما تعلقني اصحاب مع المصالح مستفيدين. ما تعلقني مع الكل. لا 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 بس انه اصحاب كلهم مستفيدين، عشان هيك مفكرين حالهم انهم عم يتزيكوا وعم يلعبوا. هذا التضخم مرض سرطان، اذا فات بالجسم الاقتصادي ما رح يقدروا يطلعوه بالسهل. عم ينفخوا اصطناعيا الاقتصاد باسعار لا تعكس عن مين العرض والطلب. ما رح علقك مع حدا، بس عن مين عم تحكي؟ عم ينفخوا ومستفيدين، عن مين عم نحكي؟ الكل كلهم يعني كلهم هون. لا مش قصة كلهم يعني كلهم، هذا منه شعار سياسي. ما في اي طبعا بتقول الكل. حيالله مواطن ما بيقدر تستثني حدا. حيالله مواطن نعم. بيقدر يسحب قلم وورقة ويبلش يسجل ويشوف كله مستفيد من ارتفاع الدولار لانه عم بخفف عن حاله. ما بيمشي الحال هيك. طب انت شو قصدت وقت اللي قلت انه صار لبنان قريب جدا من توقف مكانته الاقتصاديه والعمليه؟ ما لنا كبسه زر انه بنشغلها وقت اللي نحن بدنا. صحيح. نحن اليوم مع النشاط الاقتصادي اللي عم نعمله ما في عندنا للاسف شغل بعد الا بموضوع التجاره. نعم. ونكز صغيره بموضوع الصناعه في اشياء مثل ما بيقولوا نيش يعني بلشت تخلق نتيجة الأزمة. بس عدا عن هيك نحن ما في عندنا نشاط اقتصاد. شو هو النشاط؟ إذا بتجي على الأوتوستراد بتشوف شو هو النشاط اللي عم بيصير. وين هو النشاط؟ عجقة السير لا توحي بنشاط؟ ترى ما في عجقة سير. شوف اليوم ما في؟ ماشي. أنا بس جيت رح أقول لحضرتك شغلة صغيرة. الإشكالية ما النشان، الإشكالية بدك تشوف أنت شو عم بتنتج.
طيب. اليوم بإنتاجك ما عم بتنتج شيء، أنت مستهلك لإنتاج الاقتصاد العالمي. إذا ما قويت صناعتك، إذا ما قويت الصناعة الرقمية، الصناعة التقليدية، إذا ما رحت قويت الزراعة، عبساً عم نحكي بعدنا متعلقين بالدولار ليوم التعليق، وكل ما تعلقنا بالدولار كل ما صارت طيرة. طب دولارة الاقتصاد بحل المشكلة اليوم؟ أكيد لا. لا؟ أكيد لا. أنا عملت الليرة اللبنانية، ليش بدك ياني روح على الدولار؟ ليه؟ هلا اللي عملناه. طب ما هو مرجع الدولار كل شيء عم بيكون. يا صاحبي مرجع الدولار لأنه أنت إنسان، مع احترامي لشخصك بس عم بحكي كبلد. تفضل. أنت قاعد بلا شغل. نعم. لك أنت قاعد بلا شغل، أنت عايش على الدولارات اللي عم بحولوا لك إياهم من برا حتى تستورد فيهم من برا. أنت بدون شغل، الدولة بدها مدخول بالدولار حتى تقدر تستورد من برا. وين مداخيل الدولة؟ شو عملت الدولة بثلاثين سنة لورا حتى تأمن مداخيل لها بالدولار؟ طب اليوم نحن عم نحكي عن الدولار الجمركي من شوي يعني مرقنا عليه، ولكن بلش ينحكم اليوم إذا الدولار الجمركي أقر بعد الأعياد رح تطير الأسعار وكل شيء رح يطير. مين بده يقره؟ مين بده يقره؟ مجلس الوزراء. وين هو مجلس الوزراء؟ مفترض أنه يلتقي لحتى يجتمع. بدنا نطلع إلى هذه الإيجابية، لأنه في كتير أمور يعني تحتاج لمجلس الوزراء. ولكن خلينا يعني مش نحلل، ولكن نقول أنه بدنا نوصلها، لأنه الرئيس مئاتي من السراي الحكومي بكلمته أكدها، قال نحن ما فينا نضل ناخد دولار على 1500. أكيد. قديش بدنا نتأثر نحن اجتماعيين باللي أنت عم بتقوله؟ يعني منرجع لأنه غلي الدولار كل شيء. هلا اللي بدي أقول لك إياه، اللي بدي أقول لك إياه رح يصدمك. تفضل. رح يصدمك ويصدمه ليه؟ نحن من المفروض لو في سيادة للقانون مش لازم يطلعوا لفرنك الأسعار حتى لو علوا الدولار الجمركي. ليش؟ ولأنه أوريدي أنت مطبق عليك دولار السوق السوداء اللي هو أعلى بكتير من الدولار الجمركي. نعم. بس هذا الأمر لن يحصل. شو هو اللي يحصل؟ اللي راح يحصل أنه بده يغلى مع الدولار. إيه بدهم يرجعوا يغلوا، بس عمليا منطقيا لو في سيادة للقانون بيطبوا. نعم. القانون أنت اليوم بس عم تدفع حق تمن شغلي، عم تدفع المحروقات اللي عم نحكي عنها على دولار السوق السوداء. دولار المحروقات قديش عم ندفعها؟ وبلشنا نحكي انه يمكن القمح ما يندعم بعد العياد، ويمكن ويمكن وكل اللي عم بيكون يمكن، وبنقول ما راح يصير عم بيصير. يعني بهذه المرحلة ما في سيادة للقانون. بدك تعرف سيادة القانون اللي بتفرضها هي الحكومة، بس في وهيبة الحكومة منا موجودة لأنه مش عم تجتمع. بروفيسور، في أصحاب مؤسسات واستثمارات اليوم عم بيعانوا. أكيد. يعني حتى القطاع السياحي اللي كنا نتغنى نحن بالسبعينات ونقول هذا. أكيد. القطاع اللي هو رافد أساسي للخزينة اليوم متأذي جدا. صحيح. وهذا اللي رح نناقشه، ولكن انطلاقا من هذه الصرخة، صرخة الدولار، هني أول ناس متأثرين بدليل. صحيح. إنه كل هذا القطاع خارج لبنان عم يعمل حفلات برا ونشاطات. صحيح. وشغل، لأنه وضعنا الاقتصادي صعب كثير. صحيح. هلا هذا القطاع نحن بنعرف إنه بكل اقتصادات العالم قطاع الخدمات أكثر واحد بيتأثر بالأوضاع السياسية. نعم. والأمنية أكثر واحد، بس يكون في أي ضربة كف أول شيء بيتأثر هو القطاع السياحي والقطاع الخدماتي. لذلك إذا كانوا مفكرين القيمين على القطاع أنهم يعيشوا بجزيرة من عزلين على الاقتصاد اللي هني فيه ما بيقدروا. لذلك أنا مني متفاجئ أنهم عم بيعانوا. بس بذات الوقت بدهم يعرفوا أنه هلأ إذا كان في إمكانية هذه فرصة العمر مثل ما بقولوا للاستثمارات، لأنه لبنان ما راح يضل هيك. لبنان لن يبقى هيك بهالحالة هذه. قديش بدها تضير الحالة؟ بدها تدوم الحالة 4 أشهر 5 أشهر برأيك؟ ما بعرف. أنا ماني محلل سياسي. لا، ولكن اللي بيتابعوا الاقتصاد، بس اللي بيتابعوا الاقتصاد هني معنيين، لأنه الواقع الاقتصادي ما بيتأثر بالسياسة. صحيح. على نحن بنقول إنه إذا صارت الانتخابات النيابية، أكيد الانتخابات النيابية راح تكون. نعم. مرحلة مفصلية بالخيارات الاقتصادية. لك شو الهدف الأساسي؟ أنت اليوم مشكلتك الأساسية أنه ما عندك مجلس نواب عنده رؤية اقتصادية موحدة. والدليل اطلع على خطابات أصحاب. نعم. السعادة بس ينقلوا لك إياه على الهواء، كل واحد بيعمل من جهة. فإذا ما في عندك رؤية موحدة، عادة اللي بيصيروا بفوتوا بمشروع قانون. نعم. بفوتوا متفقين عليه مسبقا على خطوط العريضة لحتى يصوتوا عليه. نعم. بس فعليا على الأرض ما عندك رؤية. أوكي. اقتصادية موحدة، وبالتالي بدك أكترية نيابية. اسمعني منيح شو عم بقول، بدك أكترية نيابية طلع لك رؤية اقتصادية موحدة. طيب. وإلا رح نضلنا نتخبط. بالختام بدي أطلب منك بس تخبرني تجربة نيجيريا اللي أنت حكيت عنها،
يعني بواقع التطبيقات. هيدي تجربة، اذا في مجال، اذا بتسمح تجربة نيجيريا هيدي، لانه يومتها طلعت بتصريح باحد نعم. المحطات وعم بقول لهم يا خي انه قطعوا هال شو اسمه هالانترنت عن التطبيقات، بس بيومتها كان في تفظيع انه مفزعين بموضوع الاسعار، اسعار السوق السوداء بشكل غير منطقي وغير عقلاني. بقى المهم عم بقول لهم انه مش مزبوط هالحديث انه ما بتقدروا تقطعوا الانترنت عن التطبيقات. سالت احد المهندسين اللبنانيين، مهندس اتصالات خريج الاي او بي، وقال لي بالحرف الواحد، قال لي سكر البورت نمبر تبع هذا الثلاثه، بتوقف عن التليفونات. هلا عم بقول انا قلت بدي اشوف يا عمي شو في بهالعالم، شو نحن بس الوحيدين اللي بهالمصيبه. طلع انه بنيجيريا من سنه 2015 عندهم عايشوا حالي شبيهه بحالتنا، وتفشت مرض التطبيقات بشكل رهيب. خلاصتها شو كانت؟ خلاصتها ماشي، يتعاونوا مع بعض المؤسسات الدوليه نعم. عرفت كيف، ووقفوا التطبيقات، وفرجيت كيف التطبيق مسفر. اليوم فيك تنزله للتطبيق بس مسفر ما في عليه ارقام. ليش؟ لانه عاملين الاشياء التقنيه اللي لازمه. برجع بكرر لحضرتك، الكل مستفيد من عمليه الدولار. لو بدهم يوقفوا التطبيقات كانوا وقفوهم. هذه عمليه قصه انه، واللي اكثر من هذا وكله انه بيرجع بيقول لك انه والله ايه هذا سعر السوق، هذا منه سعر سوق، هذا سعر انتم فبركينه وكبينه على السوق بواسطة التجار والمستوردين لحتى يتعمم، لحتى يتعمم. ما بقاش تقولوا لنا انه هذا سعر سوق، هلا بدكم بالقوة، اوكي بالقوة بأمركم، بدكم اعترافات منا نأمركم، بس ما تقنعونا بالحجج الاقتصادية انه هذا هو سعر السوق. سعر السوق اقتصاديا هو اللي ناتج على العرض والطلب. انا بدي اشكرك البروفيسور جاسم عجاءة، الخبير الاقتصادي الاستراتيجي، شكرا لك وأهلا وسهلا. شكرا لك. أصدقائي، نحن رح نتابع معكم برنامجنا مشاكل وحلول من هم الاقتصاد، بدنا ننتقل للهم السياحي بعد هذا الفاصل. بعدنا معكم ومتابعين. إذن هم السياحة بلبنان مفترض نسلط عليه الأضواء إنجاز التعبير، مع ضيفنا رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر. نقيب أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني مهم كتير نقول من خلال صرختك أنت بالبداية، وقلت طلبنا بإنقاذ موسم الأعياد عبر تعديل الإجراءات المتخذة من قبل لجنة كورونا لجهة زيادة نسبة الأشغال المسموح بها في الحفلات من 50% لـ70% خلال ميلاد ورأس السنة، وهذا اللي ما صار. فبهمني أسألك هذه المرحلة كيف رح تقطع وكيف رح تكون تداعيتها؟ شوف، هي تقنيا عم نحكي القطاع السياحي مفروض يكون متساوي. نعم. وقت يلي معك بي سي آر أنت أو نيجاتيف ومطعم، تطلع على الطيارة وبتقعد ساعات وثلاث ساعات وأربع ساعات بطيارة مكتظة. طيب وصغيرة مختلفة. شو السبب يلي بالطيارة المكتظة تقدر تقعد وبالمطعم ما فيك تقعد؟ بالمطعم بده يفتح تمه وياكل، يشيل الكمامه يمكن. بالطياره كمان بياكل وبيشرب وبيفتح تمه كمان. فانطلاقا من هالواقع نحن ارتعينا انه يطلعوا لنا اياها لل 70-75%. نعم. بس ما صارت. طب برايك اليوم دلوقتي. اليوم رح اقول لك شغله، اجى 200,000 لبناني فات على المطار على البلد 200,000 وهن لبنانيين. بس هذا اللبناني اللي اجى هذا موجود بالخليج العربي اكتريته، ما بيجي من بعده من افريقيا وشوي صغيره من اوروبا. نعم. هذا جاي حامل نقد نادر، هذا اكيد بالنسبه للاقتصاد العام وكتير منيح. انما بالنسبه للفنادق، اوكي اليوم هالزلمه اغلبيتهم عندهم بيوتهم مفتوحه، وفي قسم كبير منهم عيالهم بعدها موجوده ببيروت. نعم. يعني ما رح يجي يخلوه ينزل بأوتيل، يروح يقعد بأوتيل. تاني شغلة بالعوايد تبعنا المسيحية، ليلة الميلاد هي بالبيت. شو بقي؟ بقي ليلة رأس السنة. ليلة رأس السنة هي ما ممكن بقى تقدر تعوض ليلة واحدة، لأنه 50% يعني؟ أول شيء المطعم بياخد 50% والأوتيل ليلة، لو الشهر ليلة إنه أوكي، بس الشهر 30 يوم. إذا أغلبية الأوتيلات يلي ممكن يكونوا وجهة سياحية قوية عم يطلبوا ثلاث ليالي،
بالتزلج يعني بمناطق التزلج هي هي، وبقيه المناطق اللبنانيه رح بعطيك بيروت بين ال 35 و 40% نسبه التشريد لليوم. لليوم عم بقول لك انا ونازل اخذت بعض الارقام من الفنادق. وما تنسى بيروت فيها 2000 غرفه مقفله من وراء الانفجار وبعدهم لهلا ما فتحوا. فانت بتقول دائما مصائب قوم عند قوم فوائده، حتى مصائب قوم ما في فوائد للبقيه. المناطق اللي خارج بيروت تحت 30%، في منطقتين ثلاثه يلي هي فيها شويه حركه يلي هي فقره وفريا واللقلوق، وفي شويه صغيره بمناطق الساحليه بالارز ما صار في هالهجمه على منطقه الارز. فاليوم حفلات ما في، يعني بتسمع انه طيب اذا قلنا في 3 أو 5 حفلات ببعض المؤسسات. نحن كان طول عمرنا يكون في 500 حفله وما فوق. صحيح. كان كل الفنانين يعملوا دبلجات هون وهون وهون تيلحق بلا. فاليوم وضعنا، والمطعم يلي بده يفول ليله الراس السنه رح يفول على 50%. اليوم 50% ما بتربح مصاري. مين المضارب الاكبر علينا نحن اليوم؟ الشاليات. اليوم الشالي اولا ما في رقابه لا من الامن العام ولا من الامن الداخلي ولا من اي شيء من الدوله. ما في يعني اللي بيفوت على الشالي بيقعد بالشالي ما في اسم له. اوكي طيب انتوا عندكم مجبورين، نحن مجبورين نبعث الاسم وكل المقيمين عنا نحن على الامن العام، هن ما عندهم هالشيء. فعم بلش من هون رقابة. أنا بفوت علي من الأمن العام وبفوت علي من الدرك وبفوت علي من وزارة الصحة حتى شو؟ حتى يراقب. يراقب الغرفة، يراقب الأسعار، يراقب شو الغرفة بدك. لشخصين عندكم؟ عنا غرفة لشخصين الماكسيموم 3. طيب أنا بالشالي يلي هو سنة الماضي صار زيت المشكلة، وقت اللي انضرب بالوباء الناس حطوا حق دايما على القطاع السياحي. مش مزبوط، القطاع السياحي عم بينفذ 90-95% من هذا، وبالمناطق معينة كمان. أوكي. أوكي. اليوم الشاليات اليوم ما معروف إذا في 5 15 أو 20، ما حدا بيعرف شو. وهذا قد يكون سبب لكورونا، واحد من أسباب الكورونا. حلو. ومضاربة بالنسبة غير مشروعة للقطاع. لا ما فينا نقول غير مشروعة، مضاربة غير منظمة. مضاربة غير منظمة. لأنه الاير بي ام بي موجود ببلاد العالم كلياتها صار، بس في بعض الدول بلشت اليوم تحط قوانين لإلهي معايير، قوانين ومعايير. نعم. أوكي. نحن ما عنا منه. فاليوم يقولوا انه الاعياد هي كانت ناجحه، مش مزبوط بالنسبه للقطاع السياحي. نعم. خاصه الفنادق. هلا على مده 10 أيام المطاعم والمقاهي والملاهي رح يكون وضعها افضل من غيرها من الايام الماضيه. نعم. افضل. بس انت بتعرف اليوم المناطق الرائجه، وفي لبنان عرفت كيف غلاء البنزين كمان خلى انه الناس بدها تطلع المزوت. على ما تنسي على المزوت على راس بعلبك. أي. او على سور او على جزين او على الارز مثلا بده تانكتين بنزين، يعني عم يصرف 700-800 ألف ليرة قبل ما يوصل على الموقع تبعه. وإذا هو راح يعمل إقامة. نعم. بهالمنطقة مجبور أقله يروح مثل ما بيقولوا يعمل زيارات لهالمواقع السياحية اللي بهالمنطقة. طب ما رخصتوا أسعار، يعني كلفت البنزين أكثر من حق الأوتيل. أو لأنك حكيت على البنزين، الأوتيلات رخصت أسعارها شوي. مين؟ الأوتيلات رخصت أسعارها؟ رح أقول لك شغلة. قول. الأوتيلات بالمعدل، عم بعطيك معدل دولار سياحي عم يستعملوا هون، اللي نسيه اللي كان سعره 200 دولار اليوم. نعم. عم ببيع بين ال 60 وال 70 دولار. هذا الواقع. كان 200 اليوم 60 أو 70 نقطة على السطر على الفريش. بس أكيد على الفريش. نعم. طب برأيك اليوم كل هذه الأسعار اللي احنا عم نحكيها ومزوط قد يكون هو الأساس اللي عم بتعبكم كسياحيين؟ لا، نحن الانتاج الكهرباء والمي
هي صار العبء الكبير علينا نحن. واذا انت ما عندك نسبه تشغيل عاليه، اوكي يعني عاليه، يعني شو عم نحكي انه 50%، بدك تخسر مصاري من وراء انتاج الكهرباء وشراء المي، لانه كلياتنا بدك تضوي الاوتيل 24/24 وبدك انترنت وبدك كل شيء، الخدمات بدها تكون موجوده، ما في قطع له الكهرباء من الساعه 1 للساعه 6 على بكره، ما ممكن تصير ابدا، ممنوعه هذه، عارف كيف؟ ما بيبطل اسمه اوتيل. فاليوم هالخسائر اللي عم بتصير، في اقفال كتير كبير، انتبه، اقفال كتير كبير بلبنان غير معلن، يعني ما بيعلنوا انه انا سكرت، لانه المشكله اللي عنا اياها خاصه بمناطق الجبل، نعم، وقت بتعلن انها سكرت، اوكي، بدك ترجع تعمل اعلان انك رجعت فتحت، وهيدي كلفته صارت كبيره اليوم. فاليوم عم بيسكر هالمؤسسة بدون ما يخبر حدا، هيك ما حدا عم يجي لعنده بالأساس. وإذا تلفن شي واحد، أوكي، بيقول له خيي أنا مسكر شوي هلأ مؤقتا، عم بعمل شوية صيانة. طب اليوم نقيب، من خلال كل المعطيات، أنت أيضا رئيس بلدية، يعني قديش قادرين كل هذه الجهود أن تتضافر لحتى نقدر نحصن القطاع السياحي ونعطيه حوافز؟ انت بمنطقة برمينة، منطقة سياحية درجة أولى. شوف، رح نحكي بصدق وبواقعية، يعني تفضل، بدون ما نكون يعني، نعم، نحن اليوم العمود الفقري لقلنا نحن السياحة البينية بيسموها، يعني العربية. طيب صار في، اوكي، تهجم على الخليج العربي، وقرروا هالجماعة هول، عارف كيف، يقاطعوا لبنان، نعم، بالسياحة وبالتجارة وبالصناعة وبكل شيء، نعم. طيب عنا مشكلة مع الغرب، أوكي، هالغرب هيدا وقت اللي بتفوت على مواقع التواصل أو مواقع الرسمية تبعها، فرنسا وإنجلترا وإيطاليا، بيحذر رعايا من المجيء إلى لبنان، بيقول له إلا عند الضرورة. طيب السايح ضروري يجي على بيروت يعني اليوم على لبنان؟ فعند الضروره معناتها انت عندك خلاف مع الامه العربيه، نعم، والخليج العربي باكثريته، اوكي، اللي هن كانوا عمود فقري لنا احنا، ومع بلاد الغرب. طيب كيف بدك تبحث بالسياحه اذا ما في مصالحه مع المجتمع الدولي؟ ما تتعذب. انا يعني اليوم بنعيد، اليوم نسبة، يعني نسبة الوافدين للبنان، قلت لي مغتربين، يعني السواح، ما في عنا أبدا، نعم، السواح ما عنا أبدا، في شوية عراقية، عراقية وشوية أردنية وشوية مصاروة، أوكي، وحتى ببعض المواقع تغيرت حتى نوعية السياح، السواح، نعم، أوكي، كان في درجة من السواح يروحوا على فنادق خمس نجوم، عرفت كيف؟ اليوم بطلوا، صاروا عم يجوا على فنادق اللي هي نجمتين وثلاث نجوم، والماكسيموم تبعهم اربع نجوم. بداعي الاسعار، لانه قلت لي انه انتم رخصتوا. بداعي انه بتعرف اليوم اللي عنده امكانيات واسعه وكبيره، بلاد الدنيا مفتوحه لإله. نعم. يعني تركيا مفتوحه، وقبرص مفتوحه، واليونان مفتوحه، واوروبا مفتوحه عليهم. فاليوم كان يجي على لبنان، اوكي، وقت اللي بيبطل فيه امان، وامان اعلامي كمان، يعني انت بتفتح هذا بيقولوا لك صار في خطف وصار في ضرب وصار في قتل وصار في كذا، وما في كهرباء وما في مي، والناس جوعانه والناس عم تاكل من الزباله وكل هالاشياء، هيدي ما بتخلي الواحد يكون مطمئن، وخاصه وقت اللي بيكون عنده امكانيات واسعه، ليش بده يجي على لبنان؟ بيروح على بلد تاني. طب اليوم هذا القطاع يلي نحن هلا عم نحكي عنه بختام 2021، شو رح يبقى مشكلات نرحلها لل 2022 كلها؟ ما في شيء نحل، كل شيء نحكى بقي مكانك راوح طيلة هذا العام. اليوم كنا متأملين انه بتجي حكومة، نعم، وبتبلش، عارف كيف، تشتغل على مثل ما بيقولوا بعض القضايا يلي بيقدروا يحلوها محليا، نعم، بعض القضايا اللي بيقدروا يحلوها على مستوى الاي ام اف وبنك الدولي، واكيد المصالحه العربيه والخليجيه خاصه. ما صار شيء، بالعكس صار العكس هلا، وهذا ببرهن انه
بمطرح المطارح ونزل الدولار على 14 ورجع طلع لل 27 و 28. طب اليوم بهذا المعطى اللي نحن هلا عم نحكي فيه اقتصاديا صعب كثير، الكل يعني يطمح لأفكار لبرامج لمشاريع كثيرة، أنتم كسواح وكسياحيين بتقلي أنه في كثير مؤسسات أقفلت ولم تعلن إقفالها. نعم. يعني واقع هذا القطاع بالعام المقبل رح يكون استمرار اللي احنا هلا عم نحكي فيه ونقفل فعلا ورسميا تمهيدا للانتقال استثماراتنا لخارج البلد؟ اذا السياسه بقيت مثل ما هي. نعم. بده يكمل هالشيء، بس في شغله اللي هي انه بتعرف نحن عندنا ابداع كثير كبير كمان نحن. نعم. كلبنانيين خير، في قسم كبير من المقاهي والمطاعم وغيره يعني. نعم. ظهر الى الخارج، صدر هالانتاج اللي عنده اياه وهالابداع اللي عنده اياه. نعم. صبحوا موجودين باغلبيه الدول العربيه، انتشروا بمصر، انتشروا بافريقيا وبعده مطارح. في كمان بالمؤسسات الفندقيه كثير من الشباب، اوكي، ومن المؤسسات هي بحد ذاتها بلشت تظهر الى الخارج وتعطي خدماتها وتعطي المنتج اللبناني يلي هو، عرفت كيف، ابداع. يعني اليوم مثلا خد شغله، في عندك بيوت الضيافه ويلي نحن كمان حدهم بنسميه الميزون دوت او جيست هاوسز، هيدي انتشرت بكل لبنان وصارت علم وثقافه ونوعيه كمان. هالشيء هذا هالشيء هذا مطلوب كمان بكثير من دول العربيه يلي عم تدخل على المعترك السياحي، وهي ببعض القرى الصغيره اللي عندها اياها والمدن الصغيره اللي عنده اياها حابين يكون في عندهم هالنوعيه من المنتج اللي نحن عاملينه ويلي نجحنا فيه. طب اليوم بكل القطاعات بينحكى عن هجره اليد العامله، اليوم نحن بالسواح بالسياحه في عندنا لبنانيين كمان غادروا هذا البلد بشكل نوعا ما، يعني فقر باستمراريه هذا القطاع بغناء المعهود. اكيد يعني اليوم عندك انت بالقليل بالقليل 25% من شبابنا وبناتنا تركوا البلد، بس في قسم منهم ترك مع مؤسسه ظهرت تفتح بمصر، تفتح بالاردن، تفتح بالعراق، تفتح بكذا، اخذوا هالشباب والبنات معهم. نعم. حتى يقدروا يفتحوا ويعطوا زيت نوعية الخدمات وزيت نوعية الأكل. نعم. فدايما على رأس المؤسسات اللي عم يفتحوها بالخارج عم بيكون في لبنانية والبقية يد عاملة محلية. فلهالسبب اليوم في بعض المؤسسات خاصة بالمطاعم والمقاهي والملاهي يلي هن عم يقدروا مثل ما بيقولوا يمولوا حالهم من الخارج ومن مداخلهم بالخارج. طب اليوم الواقع اللي عم نحكي عنه ينسحب على كل النقابات والمؤسسات السياحية، يعني يلي بضر الفنادق ممكن يكون هو أقل ضرر بالمقاهي بالملاهي بالمؤسسات السياحية الأخرى، ولا عم بتكون الهموم وحدة مشتركة عند كل النقابات؟ الهموم لك اليوم بوضعنا نحن بلبنان مش بس السياحة، السياحة والصناعة والزراعة، التعليم والطب والمستشفى يعني المشكلة عند الكل يعني. بس قلت لي بيجي السائح من برا أهله بخلوه عندهم وبيستضيفوه، ولكن يمكن يظهروا يتغدوا يتعشوا يتروقوا برا. بيتغدى بيتعشى. نعم. أنا ما عم بحكي لا بتحرك، بس اليوم, بس اليوم كمية السواح. نعم. اللي كانت تفوت على لبنان، وصلنا للمليونين وثلاثمية ألف واحد يفوتوا على لبنان وجايين، عارف كيف، مع مثل ما بيقولوا مستوى من الصرف والإنفاق اللي هو كتير كبير. اليوم تراجعت القصة، تراجعت سواح ما في سايح اليوم. اللي إذا شفت أجنبي ببيروت بيكون رجل أعمال جاي يشوف شغله. نعم. وكيف شو بده يبيع وكيف بده يشتري، أو وفود جاي يا بدهم يلتزموا البور، يا بدهم يعملوا نفط، يا بدهم ياخدوا الكهرباء، يا شي غيره. وفيها الNGOs يلي هن ناشطين كتير وهن بالألاف اليوم صاروا. إذا كل NGO جاي ثلاثة تينظمون ويزبطون بيكون عندك 3-4 آلاف شخص موجودين. طب اليوم مدير السياحة الحالي يلي بتعزي لوفاة والده يعني عمل حملة لبنان بحبك بحبك بجنون بجنونك بحبك مهما اختلفت، قديش نحن بحاجة اليوم لتسويق لبنان إعلاميا
في ظل الوضع الاقتصادي الصعب؟ شوف، فينا ولا ما فينا؟ انعملت هيدي بدون تنسيق فعلي معنا كلياتنا. نعم. واليوم نحن ام الصبي بعدنا، اوكي، ونحن منقول انه الشيطان هو موجود بالتفاصيل. نعم. مش بالكبيرة. انعملت حملة بلشت بسبعة وانتهت بعشرة، يعني 33 يوم. ما ممكن ينجح الواحد ب 33 يوم. بدك انت 33 يوم عمل تسويقي لهالمنتج اللي انت عملته. ايمتى بلشت الحملة؟ نعم. ايمتى بلشت الحملة؟ نهار اللي بقرروها. نعم. طيب، صار في اتفاق مع الميدل ايست انه يرخصوا سعرهم، وبتنتهي كانت بتنتهي لهالباكجز ب 10 ديسمبر. لو كانت مكمله على موسم الشتوي كلياته. نعم. كانت نجحت. بس اليوم انعملت حمله على 45 مرحليه، على 35 يوم. عرفت كيف؟ ما ممكن حمله مثل هاي، اوكي، او هالباكج او هالمنتج هيدا ينجح ب 35 يوم. انتو شخصيا ما كنتوا شركاء؟ نو نو، نحن شركاء اكيد. ايه. يعطينا اسعارنا، بس كنا نحن عارفين مسبقا. حركت، حركت شوي، ما حركت شيء. اجى 140 واحد بس بدل 40,000 اللي كانوا هن مستنظرين، واجى 140 شخص. طب لايمتى رح نضل نحكي بهذا التشاؤم انجاز التعبير؟ بدنا نفصل السياحه والاقتصاد عن الواقع السياسي لحتى نكون مرتاحين. هي بدك اثنين سوا، ما في يعني يعني هذه حلقة متكاملة، في السياسة وفي الاقتصاد وفي عارف كيف الوضع المالي الداخلي، وفي انك تجلب سايح. السايح مش معناتها اللبناني اللي عم يشتغل بالخليج العربي او بافريقيا. السايح يعني سايح، مثل ما بيفوت على قبرص 6 مليون سايح، مثل ما بيفوت على تركيا 38 مليون سايح. هاي هي السياحة ان شاء الله. اليوم وقت اللي بيحكوك انه بالامارات مثلا، خود دبي، انه بفتلة 32 مليون سايح، يعني انه عارف كيف الابداع عم يطلع من هونيك. وعلى طول يعني بتطلع وبتشوف بالابداع يلي عم بيعملوه، اكيد في هيك تاتش لبناني بمطرح من المطارح. أنا بدي أشكرك رئيس، يعني للناس اللي هلأ عم بيتابعونا وهن معنيين بهذا القطاع، لأهل هذا القطاع يلي كانوا متأملين بمرحلة أنه يقدروا يعوضوا خسائر عام 2021، شو بتحب تقلهم؟ شوف، نحن مرق علينا، ما فينا ننكر أنه إجا صيف، إجا شهرين ونص. ناشط كان؟ كان ناشط، ونحن عملنا نداء للمغترب ولبى النداء بالمغترب. بس المغترب اللبناني وقت بيجي بالصيفية وضعه غير ما بيجي بالشتاء. هداك جاي على مدة شهر ونص وشهرين. نعم. اليوم عم يجي على مدة 7 أيام للعشرة أيام، أوكي. فبالصيفية الدنيا مفتوحة أكتر، البحور على شطوط لبنان كلياتها، المواقع السياحية الخلابة بيقدر يزورها بسهولة أكتر. مزبط. من فترة الشتاء. فلهالسبب كان الإمكانية والإنفاق اللي صار من قبل اللبناني ساعد كتير القطاع السياحي بأنه يعوض الخسائر يلي كان عملها خلال السنة، أول 7-8 أشهر من السنة يعني. وأكيد هالزخم يلي عطانا إياه، إذا كنا بعدنا موجودين من وراء هالزخم هيدا. طب اليوم نحن بالختام بنقول أنه بداية 2022 في بصيص أمل، نقول رح نحاول ندعم هذا القطاع بما يحتاجه لحتى يقدر يستمر. شوف، رأي لك شغلة، معلش لو عدت نفسي، لا أنه الختام بده يكون تشائم ولا متفائل؟ ما في لا متشائم ولا شيء. إذا الشباب قعدوا مع بعضهم، عرفت كيف، واتفقوا على أنه مثل أول شيء يعملوا حكومة. هلأ الحكومة معمولة، بس بدك انه يجتمعوا ويبلشوا يتخذوا الاجراءات والاصلاحات اللي هي مطلوبه. نعم. من المجتمع الدولي، من بنك الدولي، من الاي ام اف، من اي وزير اجا او اي مسؤول اجا من الغرب ومن الشرق ومن. نعم. وين ما كان، قالنا يا شباب بدكم اصلاحات.
أنا بدي أشكرك رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشهر، شكرا نائب، بينعاد عليك بغير أوقات وغير ظروف وغير أوضاع، شكرا لك. خليك. أصدقائي نحن لهون بنوصل لختام حلقتنا، بنلتقي معكم بكرة إن الله راد مع حلقة جديدة، إلى اللقاء.